دولة الرئيس أنت في قبل الفاصل قلت أنه لبنان ليس في أي مواجهة، أنت لست في مواجهة مع أحد. أنا لست في مواجهة مع أحد في الداخل، لست مع مواجهة مع أي دولة صديقة ودولة شقيقة. أنا حتما بمواجهة بأمور أساسية في الداخل بما يتعلق بعناوين أساسية، مواجهة مع مواجهة اقتصادية لأقول لرفع مستوى المعيشي في لبنان. أما في الخارج أيضا لست أنا أكيد بمواجهة مع العدو الإسرائيلي، فهذا أمر طيب. أكيد أننا مبتوت يعني. أنا أريد أن أسألك عن علاقتك مع السعودية، علاقة وزارتك مع السعودية. أنت عشية التكليف سافرت إلى مكة، والصحف اللبنانية أسهبت في هذه الزيارة. أنت رحت لمكة وزرت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. صح؟ صحيح. الحمد لله. هل يعني أول شيء الزيارة هذه قابلت أحد رسمي؟ لا، كانت زيارة بحث للعمرة، وزيارة مقام الرسول. أيوة. فقط للعمرة. ما تكلمت ولا بالتلفون؟ ولا تكلمت قبل مغادرتي مطار جدة، اتصلت برئيس المراسم في الديوان الملكي وشكرته على حسن الضيافة. كانت أعتقد أنها كانت ضيافة مميزة. فشكرته وطلبت منه نقل تحياتي وشكري لخادم الحرمين على أعطاء أوامره لهذا الاستقبال وهذه الحفاوة. أنت كيف يعني شايف الآن يعني موقف السعودية من وزارتك؟ أستاذ داود، يخطئ من يعتقد أنه يمكن أن يسيء أو ينظر أن العلاقة سيئة بين لبنان والسعودية. هذا الأمر ليس بيدي ولا بيد أي أحد. هذا الأمر أمر تاريخي، العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية منذ نشأة المملكة العربية السعودية ومنذ استقلال لبنان، فنحن على علاقة ممتازة. لماذا نسأل أنفسنا لماذا هذه العلاقة ممتازة؟ لأننا نعي تماما أنها كعلاقة الأخ الكبير مع الأخ الصغير. فهذه العلاقة ماذا تريد المملكة من لبنان؟ المملكة تريد من لبنان السلام والأمان والازدهار والاستقرار، وأن يبقى لبنان براحة بكل من الكلمة من معنى. ماذا يريد اللبناني من المملكة؟ بس السعودية أعلنت، يعني استخدم وزير الخارجية عبارة المملكة رفعت يدها. متى تتوقع أنت أن هذه اليد تعود؟ أنت تسعى لأنها تعود؟ أنا مع احترامي الكامل للأخ سعود لسموه الأمير، وأعي تماما وقال رفعت يدها قبل تكليفي. إيه طبعا قبل تكليفي. فأنا يعني إذا ممكن أن أرسم هذه اليد اليوم أمامي لحسب ما وضعتها رفع اليد، فأقول مهما رفعت اليد لن ينسى لبنان أيادي البيضاء، الأيادي البيضاء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على لبنان، وعلى كل الأسرة المالكة على لبنان. لا يمكن أن ننسى هذه الأيادي البيضاء. يعني لا 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 أدري ما القول، إذا يعني ما هو الفعل أو الصفة التي أعطيها لهذا الإشحاف إذا قلت الأيادي البيضاء للملك عبد الله لا يمكن أن تنسى. وبهذا أقول أنا طواق بحكومتي على أن نكون على علاقة ممتازة مع المملكة العربية السعودية. متى ستزور السعودية؟ من أول زياراتي ستكون لزيارة وتقديم الاحترام لخادم الحرمين الشريفين، حتما بكي لا يصطاد أحد بالماء العكر. نحن في لبنان أستاذ داود، المسلمون القبلة هي مكة، فأنا أقول جميع اللبنانيين قبلتهم هي المملكة العربية السعودية. جميل. طيب أنا أبغى أسألك عن المشكلة الأزلية. هناك محكمة، هناك مشكلة السلاح في يد حزب الله. هل لديك رؤية جديدة لهذا الموضوع، لهذين الموضوعين؟ يعني الحقيقة الجديد القديم. الجديد القديم هو أعلنت عنه مرارا. أول شيء بموضوع السلاح،
يوجد أمرين، أمر الأول سلاح المقاومة، والأمر الثاني سلاح الموجود المتوافر في المدن. سلاح المقاومة يوجد إجماع لبناني على أن هذا السلاح هو سلاح موجه ضد العدو، وقام بأعمال تحرير الأرض عام 2000، تصدى لعدوان 2006. هذا الإجماع اللبناني. طيب، وقرار تحريك السلاح ده، أما السلاح في قرار تحريكه السلاح ما لا طيب قرار سنتفق أنه لا نزاع عليه، قرار لكن التحريك من وضع يحرك أمام استراتيجية دفاعية أمام هيئة الحوار الوطني. هيئة الحوار الوطني أي أمر يوجد إشكال بين اللبنانيين يعرض على هيئة الحوار الوطني وتأخذ القرارات بالإجماع. هذا الموضوع لا يزال أمام هيئة الحوار، وفخامة الرئيس علمت أنه سيدعو إلى هيئة الحوار فور الانتهاء من الثقة بالحكومة. سيدعو هيئة الحوار للبحث، وربما أمور أيضا ناشئة جديدة يمكن أن نضعها على هيئة الحوار لكي يكون أي قرار وطني يكون بالإجماع. موضوع السلاح في المدن، من منا يريد السلاح في المدن؟ من يقبل أن قادر أنت قادر على حكومة قادرة على أنه ما يصير في سلاح في المدن؟ هلا أولا نحن في قرار بهيئة الحوار الوطني بسحب السلاح من خارج المخيمات، من الفلسطينيين خارج المخيمات، ومن ثم سنسعى بالاتصالات وبالهدوء الكامل لسحب السلاح من المدن. هذا هو المطلوب، ولا لزوم لهذا السلاح. لا يجب أن يبقى لبناني خائف من أخيه اللبناني، لا يبقى لبناني يشعر أنه كأنه مسيطر بالقوة على أخوه الآخر على الأرض اللبنانية. هذا ما سأسعى إليه بكل صدق، وسأقوم بالاتصالات اللازمة لسحب هذه الأسلحة، ولكي لا تتغطى دائما تحت غطاء المقاومة. المقاومة شريفة، المقاومة ضد العدو، مقاومة نحترمها جميعا، ويجب أن لا نلوث هذه المقاومة بأمور في شوارع أي مدينة لبنانية. طيب، هذا ما سأسعى. وموضوع المحكمة كيف ستعمل؟ موضوع المحكمة، الموضوع يوجد قرار دولي بما يتعلق بالمحكمة. مهما قلنا عن المحكمة لا يستطيع لبنان تغيير أي شيء بهذا القرار، فهذا قرار أممي، قرار دولي. لبنان أحد مؤسسي عصبة الأمم المتحدة. لبنان اليوم عضو مجلس الأمن بصفة غير دائمة، وبالتالي نحن نحترم الشرعية الدولية. ليس يوجد أي التباس بهذا الموضوع، ولا يرد أي أمر لا عن إلغاء القرار أو عدم الاعتراف بالقرار. لا، أنت لا تملكون هذا. أتكلم دولة الرئيس، أنا أتكلم على إذا صدر قرار كيف ستتعامل حكومتك لتنفيذه. هنا المشكلة. أي قرار، أنا إذا لا يوجد إجماع لبناني على أي قرار معين، أنا سأستمر بتنفيذ ما التزمت به الحكومات السابقة. يعني ستقول أي أمر سيكون في إذا كان الأمر حقيقة أمر خليني أقول قرار صعب، أنا أدعو هيئة الحوار الوطني للنظر بهذا الموضوع. يجب أي قرار في لبنان يؤخذ بالإجماع. أنا باعتقادي هذا الإجماع يجب أن يكون ضمن هيئة حوار وطني. متى يكون هذا الإجماع؟ لأنه يوجد ميزان دقيق بين العدالة والأمن والاستقرار في لبنان. أنا سأحاول أن نتوازن بهذا الموضوع لكي حقا نصل إلى العدالة المطلوبة وإحقاق الحق، وبنفس الوقت يعني أستطيع أن أقول أنا الآن أنه نجيب ميقاتي يسعى إلى إخراج قضية المحكمة من مسؤولية حكومته ويعطيها الحوار؟ ها؟ أنا يمكن أن تقول نجيب ميقاتي مستعد أن يتجاوب مع هيئة الحوار الوطني لأي أمر مستجد بأمر المحكمة. بس أما الأمر المستمر، لا، أنت قلت أنه هذه المحكمة أنا أدعو لحوار وطني، كأنك أنت تدريت هذه الورقة تتخلص منها وتحطها على طاولة الحوار. أنا أقول أن هذا الأمر تبع أمر المحكمة، أمر المحكمة، أنا مستمر في احترام القرارات الدولية لحين يكون يوجد قرار مخالف أو أي قرار آخر من قبل هيئة الحوار الوطني. هذا الأمر حساس جدا، أنا لم أقل أني شلته وحطيته هنا، أنا أقول أنني ملتزم وأحترم القرارات الدولية لحين تأتي إشارة من هيئة الحوار الوطني
لأن هيئة الحوار الوطني إذا أخذت إجماع لبناني فأنا مستعد أن أتجاوب مع هذا القرار. طيب كيف ستعالج هذه النقطة؟ يعني نحن سنستبق الوقت، يعني في كلام الآن في لبنان أنه في أروقة السياسيين وفي أروقة يعني مكتبك أنه في مسودة، وأنكم البيان الوزاري قاب قوسين أو أدنى، وأنه ربما يصل إلى مجلس النواب يوم الأحد أو الاثنين الجاي. ماذا ستقول عن يعني عن قضية المحكمة في البيان؟ أولا البيان الوزاري حيأخذ وقت أكثر من الأحد أو الاثنين ليصل إلى مجلس النواب، لأنه في 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 مطلع الأسبوع القادم بإذن الله سيكون على طاولة مجلس وزراء. مجلس الوزراء. على مجلس وزراء ليقر من قبل مجلس وزراء ثم يحول إلى مجلس نواب. ماذا ستقول في هذا البيان عن المحكمة؟ يعني الصياغة يعني. الصياغة وأنت أقول أقولها بصراحة أقولها بصراحة لا تزال الصياغة قيد الإعداد بما يتعلق بالمحكمة، وأتمنى أن تكون تنسجم مع رؤيتي بهذا الموضوع. البيان الذي سيعرض على مجلس الوزراء تشكيلة المسودة، من اللي يعني استشرت فيها؟ لا، نحن في لجنة صياغة كما رأيت الآن، كانت لدينا لجنة وزارية تقوم بالصياغة، ونبحث هذا الموضوع على الطاولة بكل حوار بناء، يعني بجو حقيقة ودي وبناء. نختلف وأنا سعيد بهذا الاختلاف، لأنه يقولون أنها حكومة لون واحد، وأراها ضمن نحن اليوم 10 وزراء نسعى لوضع البيان، أرى ألوان في هذا البيان وأرى أفكار متعددة ونضعها ضمن رؤية واحدة. يعني طيب أنا قبل الحوار جيد. أنا قبل الحوار يعني دخلت على اللجنة وسلمت على الوزراء، أنا لاحظت أنها مشكلة الوزارة هذه، مع أني ما أعرف بعضهم كثيرا، يعني أنت مشكلها كويس. لا يعني أنت يعني في زيادة من العونيين ولا من حزب الله ولا من الوسطيين في اللي أنا شفتهم؟ كم عددهم؟ لو ما في وزيرين من حزب الله، إيه؟ وفي 6 وزراء من العونيين، فهذا تنسجم مع النسبة الموجودة في مجلس النيابي. ألن يكون للعونيين يعني دورا أكبر في موضوع الصياغة؟ يكون لهم رأي، إيه؟ ولكل واحد رأي. إيه معناته الستة هذولا معناته نتوقع نحن أن البيان في سيكون له نغمة برتقالية، يعني ممكن يكون برتقالي. بالنهاية أنا أعتقد أن البيان طالما في عنا مسلمات أساسية، مسلمات دستورية، مسلمات اتفاق الطائف، مسلمات وحدة لبنان، مسلمات العيش المشترك، مسلمات الوضع المعيشي ورفع المستوى المعيشي اللبناني، كل هذه المواضيع نناقشها ضمن هذه الصيغة، إن كانت برتقالية أو زرقاء، المهم أين مصلحة لبنان إيه معليش أو صفراء. دولة الرئيس في موضوع، أنا تكلمت عن موضوع المحكمة. إيه لا وأنا إذا تكلمت عن العونيين وحزب الله يعني أنا أتكلم عن رأي سياسي في واحد في النهاية، يعني معناته 6 و2 8. أيوة كم اللجنة عددهم؟ لا نحن لا اليوم باللجنة في فقط 3 من، عم بحكي أنا عن مجلس وزراء ككل، في 1 فقط حزب الله، وفي 3 من التيار الوطني الحر باللجنة. اللجنة كم عددها؟ 4 10. 10 أصل 4 يعني 4 من أصل 10. ولكن أنا أقول لك بصراحة، يعني أحيانا كثيرة عندما نطرح أي أمر ما يكون خلاف بين 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 ممثل بين الوزير من حزب الله والتيار الوطني الحر، وهذا خلاف طبيعي، يعني هذا خلاف طبيعي، نختلف ولكن الرؤية، أقول أنا دوري كرئيس للحكومة أن أجمع هذه الرؤية وتكون رؤية واحدة، خاصة لا يوجد مصلحة لأي فريق أن ينال من الدولة اللبنانية، هذا هو الأساس. الدولة لا أحد ينحر نفسه، نحن تقوية الدولة اللبنانية اليوم ضمن هذا الموضوع، هل مصلحة أن نكون بعدائية مع أحد؟ هل مصلحة أن نتحدى أحد؟ هل مصلحة أن تكون الدولة ضعيفة؟ لا، طالما المصلحة واحدة فيمكن أن نلتقي على نقاط مشتركة كثيرة. دولة الرئيس، أتوقف لفاصل أخير ثم نكمل حوارنا.